انا عن نفسي ما انساهوش. اللعيبه كلها كانت مستغربه لما خدنا بطوله افريقيا في 2001، كنت بلعب اخر ماتشين مصاب، ولما رحنا للسوبر انا كان خلاص، كانت رجلي كان فيها مشكله وفي الجبس تقريبا، واول ما فكيت الجبس كان الاهلي بيلعب كايزر تشيفز في النهائي، وكان فاضل خلاص كان نازل او نزلت قبلها بيوم الملعب، فما ماشي ما بعرفش امشي، حطيتني في ال 18 ونزلتني في المباراه وانا مش قادر امشي، نزلتني 7 أو 8 دقايق وقلت لي انزل اقف قدام. اللعيبه كلها استغربت، انا ما اتمرنتش، فرحت عامل اجتماع كبير ومهم، ورحت قلت تاني انا نزلته عشان لما خدنا بطوله افريقيا هو تحامل على نفسه، فكان واجبي ان انا اديله المكافاه كامله وينزل. انا بنقل لك الشعور ده كانسان، وانا حكيت ليه ما بحبش اتكلم في امور شخصيه كتير، بس قد ايه الاحساس عندي اللي ازاي اللي هو مش مدرب بس، هو اب وحس باللي انت عملت حاجه فبيكافئك. ما خفتش اللي اللعيبه بتقول هو بيعمل كده ليه، او ازاي يعمل كده بينزل لعيب مصاب الملعب او نخسر المباراه. اوكي ديس اف يو وانت بي ا ليدر، لو انت تبقى قائد، عايز تبقى قائد، في نوعين من القيادات، في واحد سيء وبيبقى قائد سيء وبيبقى عصبي وكده، لكن في قائد بيبقى شرس وقت الاحتياج للشراسه، لكن في وقت الاوقات لازم يبقى هادي، ولازم يعني يكون عصب، لازم ينصح اللاعبين، ولازم يبقى زي الاب ساعات، واللي انت بتقوله لازم تعمله كقائد، وده اخلاص لله. انت لعبت كل المباريات، انت كنت مصاب لوقت طويل، ما كسبناش دوري ابطال افريقيا والسوبر وكل الكلام ده، وانت تستحق تبقى في الملعب، تستحق تبقى في الملعب وتحتفل وتكسب، وانت جوه الملعب مش وانت بره. والماتش ما كانش فيه اي ريسك، خلاص ما كانش فيه اي مخاطره، لو كان فيه مخاطره ما كنتش عملت كده. وهقول لك انا كنت عايز العبك، بس المباراه كانت صعبه وما ينفعش، لكن كنا النتيجه كنا خلاص الموضوع انتهى، وانت تستحق تكون في الملعب. ده اخلاصي او ده ولائي ليك، لان ده كان عدل، انت استحقيت ده وده طبيعي. فاكر موقف خالد بيبو في اليابان في المؤتمر الصحفي، انت عملت ايه؟ خالد بيبو كان لسه اعتزل، وكان طالع بيغطي مع قناة النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي، الإعلام كله بيغطي المؤتمر، كنا موجودين كابتن بصفتي كابتن الفريق وبصفتك المدير الفني، فقلت في واحد يستحق التكريم معانا، وقلت هو قاعد هناك مع الإعلاميين خالد بيبو. فبيبو دموعه نزلت من الكلام اللي انت قلته اليوم ده، فاكر؟ فاكر طبعا. احنا لازم نبقى جيدين، لازم في المباراه طبعا تبقى مركز طول الوقت. خالد بيبو عمل موسم رائع، بيتكلم انه المعامله يعني لازم تبقى، يعني ممكن الناس تقتلك على مباراه واحده انت عملتها سيئه، لكن هو كان عامل موسم رائع جدا، فساعتها شعر بالكلام ده ودمع، وهو كان يعني كان عشان كده حاولت ان اساعده، لان هو كنت حاسه حزين جدا، هو بيستحق السبورت يعني. هو شخص جيد جدا، جريت طبعا، لاعب رائع وشخص رائع، وده شعوري اني احمي لاعبتي قدام اي حد. كم مره انا اتخانقت مع اعلام واصطدمت بناس عشان احمي اللاعبين، كتير. هو ده علاقتي بالفريق. مستر مانويل، عايز اتكلم، عندي مواضيع كتير عايز الحق لمها كلها مع حضرتك، بس ايه الصعب في مشوار مانويل جوزيه؟ اصعب موقف عدى عليك في مشوارك مع النادي الاهلي؟ انت تعرف يعني، مش عايز اتكلم عن الموضوع ده، ولكن في بورسعيد ده اصعب موقف،
لسبب كمان انا كنت الوحيد المتبقي في الملعب. انا ما دخلتش اوضه الملابس لاني ما عرفتش، حاولت مرتين وما عرفتش ادخل. لو الناس المصريين ما حبونيش بالشكل اللي هم بيحبوني، مش بس جمهور الاهلي، كانوا كنت تعرضت يعني هم طبعا تعرضت الاعتداء ويعني تم الاعتداء على، لكن يعني في بعض الناس كانوا بيحموه، لكن في نفس الوقت كان في بعض الناس بيعتدوا. انا لكن لو الناس ما بتحبنيش بالشكل ده كان يبقى مشكله. عشان كده انا مدين بالفضل للناس بالشكل اللي هم بيحبوني بيه. ده كان اكثر لحظه حزينه واكثر لحظه صعبه. هي الموضوع ما يتصدقش يعني، عمره ما خرج من ذاكرتي، وعمري ما تخيلت عمري ما كنت متخيل ان انا هعيش حدث زي ده يعني في حياتي. يعني ما صعب، ده كان اسوء حاجه. الباقي مباراه سيئه، مباراه جيده، مباراه مش كويسه، تخسر بسكور او تكسب، ده كوره ما فيش مشكله، جزء من عملنا. انت دخلت الغرفه جوه ولا ما دخلتش اليوم ده؟ ما عرفتش. هم حطوني في غرفه مع رئيس النادي المصري وقتها، في غرفه للفي اي بي، وبعد كده موبايلي بطاريته خلصت، وبالتالي ما بقاش عندي وسيله للتواصل مع اي حد. وقلت للناس اللي كانوا معايا، هم كانوا بيحاولوا يحموني بقد ما يقدروا، قلت لهم انا لازم اروح لغرفه الملابس بتاعه اللعيبه. انا معيش تليفون ومعيش اي حاجه، وعايز اعرف ايه اللي بيحصل هناك. وبيدرو المساعد قال لي انه خمسه توفوا يعني داخل الغرفه، لازم ابقى هناك. قالوا لي ما ينفعش تروح دلوقتي، هيبقى خطر، كانوا هيقتلوك. قالوا لي لا، ما قلت لهم لا، ما حدش هيقتلنا، لو كانوا عايزين يقتلوني كانوا قتلونا قبل كده. لكن قلت لهم لا، ورحت لوحدي، وبعد كده جولي، لكن ما عرفتش ادخل. وحاولي ممكن بعض حاولوا يضربوني يعني. كانوا يعني جيدين معايا، لكن ما عرفتش ادخل الغرفه يعني، ما لان كان في شرطه وكانوا بيرموا حاجات و و. شفت حاجات يعني صعبه ورجعت، ما عرفتش ادخل. دخلوني في عربيه وبعض الشرطه، بعد الشرطه العسكريه، هو بدون اي حاجه، وانا ما عرفتش اي حاجه خالص. مشيت، لان طبعا انا ما بتكلمش عربي وما بيتكلموش انجليزي، وبالتالي مش قادر حتى افهم ايه اللي بيحصل. ومشيت وعرفنا، رحنا المطار ورجعنا بالطياره للقاهره. كان موقف صعب جدا، موقف صعب جدا جدا. اوقات كتير بفتكر زوجتي كانت هنا في الفندق، وكانت طبعا مخضوضه جدا، لانها مش عارفه اي حاجه اللي بيحصل، بتسمع بس. ده كان صعب، ده كان صعب جدا، خاصة للعائلات برضو. بالنسبة لي عادي يعني، لكن الحزن، لكن المشكلة في الحزن وفي البؤس يعني، واللحظات الصعبة. مخي يعني كل قلبي وعقلي كانوا يعني مع العائلات، لأنه كان في أطفال يعني من الضحايا، كان موقف ما يتصدقش يعني. من ضمن المواقف الصعبة نعتبر وفاة محمد عبد الوهاب، خصوصا انت كنت بتحبه جدا، وكمان صورته عندك في الفندق. قبل ما نتكلم عليه، في فيديو كده كان في عيد الام، عشان ده كان دورنا، اللي احنا ما ينفعش اللي احنا ننسى حد من نجومنا ابدا، ونقول والدته اللي احنا معاكي. معانا فيديو كده عايز افرج حضرتك عليه، وحضرتك تعلق عليه لما نرجع. يلا بينا نروح نشوف يا شادي، اتفضل. النادي الاهلي جيل ورا جيل، وكل نادي الاهلي ان دي ما تشتغلش ابدا.
لو مت، لو مت وصية للناس كل اللي يجي جيل ورا جيل في النادي الاهلي ان صورة محمد تفضل واسم محمد يفضل في النادي الاهلي. عارفة هزعل منك عشان انا اتعودت من حضرتك اللي تبقي قوية، واحنا النهارده جايين نكرمك وجايين اشوف الابتسامة على وش حضرتك، وجاي تبقي اسعد واحدة. انا مش قادر اقول لك جماهير النادي الاهلي بيحبوكي قد ايه، وهنقل لك الصوره كامله من اللي هو شفته النهارده بعناية، بس دموعك غاليه علينا. احنا جايين النهارده ان يبقى في ابتسامه، مش الهدف من الحلقه اللي اشوف دموعك، صدقيني. لا والله انا بس حبيت اقول اوصيكم كلكم والله. اوعدك انا بعتبر نفسي زي محمد وعارف قد ايه العلاقه ما بيني وما بين حضرتك عامله ازاي. طول ما الواحد عايش على وجه الارض محدش يقدر يشيل الاسم ده من جوه النادي الاهلي، صدقيني، لان النادي الاهلي بيعرف يكرم ابنائه ازاي. وخصوصا محتفظ بصوره محمد عبد الوهاب في الفندق عندك طول الفتره اللي كنت موجود فيها، كنت متاثر بشكل كبير جدا جدا، خصوصا كمان قبل الفنيات كانت اخلاقياته عاليه جدا جدا. I was in Paris in transit from Portugal. أنا كنت في باريس ترانزيت من البرتغال لمصر مع زوجتي، لما المترجم كلمني و قال لي إنه محمد عبد الوهاب توفى يعني في الملعب. كانت قنبلة يعني في عقلي، لان احنا تعاقدنا معاه وكان بره في بلد زي الامارات او حاجه زي كده، هي عمان يعني، وحاولت ان يعني اشتغلنا مع بعض، وكان محتاج بعض الوقت، وقال لي يعني حاول تخليك صبور معايا انا محتاج وقت. قلت له ما تقلقش. لما بدا يلعب بدا يشارك زي ما احنا عايزين وزي امكانياته، لان هو عنده امكانيات قويه جدا وعنده تسديد رائع وعرضيات رائعه وحاجات كتير وتسديد وضربات ثابته رائعه. كان لعيب جيد جدا، كان ظهير ايسر لكنه كانه جناح مش ظهير، بس كان وفاته كانت قنبله في عقلي يعني. ما الحياه ساعات بتبقاش عادله يعني. يعني عندي صورة كانت في غرفتي في السنوات اللي قضيتها هنا في الفندق، وما زالت معايا في مكتبي في منزلي في البرتغال. الصورة موجودة لأنه يعني لأن الأمور ساعات بتكون صعبة يعني، ساعات بعض الأحيان كانت يعني كان لاعب رائع وكان شخص جيد جدا، كان قدامه الحياة لسه طويلة. ده كان عنده إمكانيات إنه يلعب في أوروبا وبالنسبة لي يعني أنا ما كنتش هنا، ما كنتش موجود في اللحظة دي. فما شفتش المشهد يعني، بس هي كأني كنت هنا يعني. كانت لحظة حزينة جدا جدا جدا، لكن عامة دي الحياة يعني للأسف. و هقول ايه يعني، صعب، لكن صورته موجودة في منزلي دايما. مانويل جوزيه احتفلنا مع والدته هنا، تقول لوالدته ايه اللي هي بتسمعنا ومتابعه برنامجنا، وتقول لها رساله، تقول لها ايه؟ يعني هو صعب توجه رساله، يعني ام فقدت ابنها، الابن يعني توفى، ما اقدرش اقول يعني، ما فيش كلام، ما اقدرش اتخيل ايه اللي هي بتمر بيه او ايه اللي هي بتعاني فيه، لان ده صعب جدا يعني. الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها ان انت لازم تبقي قويه، وعشان يعني اخي كانت خسارتها كبيره يعني، ربنا يعني يبارك لها يعني، تقدر تقول.
هنطلع نفصل شوية عشان نرجع لملف آخر مع مستر مانويل جوزيه، نروح نشوف الرسالة اللي وجهتها جماهير النادي الأهلي لمستر مانويل جوزيه ونرجع لحضراتكم.